بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي مشاهدي قناة ظهر الفلاحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في الحصة السابقة شرحنا أو تحدثنا عن البياض الزغابي، إذا كيفية تشخيصه وكيف نقوم بمعالجته. إذا اليوم سوف ننتقل إلى مرض آخر، وهو المرض الذي تسببه حشرة المن، إذا خصوصا في أشجار الليمون وأشجار اللوز. إذن وبعض الزملاء أو بعض الأصدقاء دائما يطرحون علي هذا السؤال، ما هو سبب تمحور أوراق الليمون؟ إذا كما تلاحظون، كما تشاهدون، ها هي ورقة الليمون، لاحظ هنا أجدها خضراء لكنها تتمحور حول نفسها أو تلتوي حول نفسها. لو لاحظنا ظهر الورقة نلاحظ يميل إلى الإصفرار. إذن ما هو هذا السبب؟ إذن هذا السبب تسببه حشرة اسمها حشرة المن، حشرة المن. وربما أحيانا عندما تلاحظ الأوراق ملتفة حول نفسها أو متمحورة حول نفسها، إذن دائما تجد النمل في الأرض حول الشجرة، لأن النمل يأخذ بيوض حشرة المن أو يتغذى على بيوض حشرة المن. إذا نلاحظ هنا، لو لاحظنا هنا نبحث عن حشرة المن، ها هي حشرة المن في هذه الورقة، ها هي حشرة المن، ها هي حشرة المن. إذا في البداية يكون لونها أخضر، ثم عندما نقوم بالمعالجة يصبح لونها أو تموت ويصبح لونها أسود. إذا لو وجدنا ها هي كذلك، ها هي، إذا بعد المعالجة تصبح بهذا اللون الأسود. هذه الحشرة أو حشرة المن تعيش على ظهر الورقة، تعيش على ظهر الورقة. إذا فتقوم بامتصاص عصارة الورقة، تقوم بامتصاص أو تتغذى على عصارة الورقة. عندما تتغذى على عصارة الورقة فتبدأ الورقة في الالتفاف حول نفسها، ثم هذه الحشرة تطرح مادة عسلية، مادة عسلية يطلق عليها الندوة العسلية، يطلق تطرح أو عندما تمتص العصارة تطرح فضلات. هذه الفضلات عبارة عن مادة أو تشبه العسل، تشبه العسل أو إن صح التعبير تشبه الغراء، تشبه الغراء. إذن هذا الغراء عندما ينتشر على الورقة ماذا يفعل؟ يمنع عملية التركيب الضوئي عند النبات، يمنع عملية التركيب الضوئي عند النبات، كذلك يمنع عملية التنفس للنبات، وكذلك تصبح الورقة أو يظهر على الورقة عفن أسود. إذن ثم تبدأ الأوراق بالإصفرار والتساقط، وبهذه الطريقة يمكننا أن نفقد الشجرة بكاملها إن لم نقوم بالمعالجة. إذن كيف نعالج؟ هناك معالجة كيميائية ومعالجة عضوية. إذن المعالجة الكيميائية نشتري أو نقوم بشراء مبيد حشري من الصيدلية الزراعية، ونقوم برش الشجرة كل 15 يوم، نرش الشجرة مرتين، نرش ثم بعد 15 يوما نقوم برشة ثانية، نقضي نهائيا على شجرة المن. لكن اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن المعالجة العضوية. إذا نبدأ على بركة الله، نأتي بحبة ثوم هكذا، حبة ثوم هذه عادي، نقوم بهرس
إذن نقوم بهرس حبة الثوم مع قشورها بهذه الطريقة. إذن بعد هرس الثوم جيدا نضيف قليل من الماء فقط، هكذا نضيف حوالي فنجان من الماء، هذا يكفي. هكذا ونتركه لمدة 24 ساعة أو أكثر، من الأحسن إن تركته يومين أو ثلاثة أحسن، حتى نحن نريد أن نتحصل على عصارة الثوم أو زيت الثوم. إذن أنا قمت بتجهيزه، نقوم هذا هو إذن هذا هو الثوم مع الماء الذي قمنا بتجهيزه من قبل. إذن نأتي بقارورة أو المضخة عفوا، نضع فيها 1 لتر ماء، 1 لتر ماء، هكذا 1 لتر ماء فقط. نضع هذا الفنجان، هذا العصير الذي قمنا أو عصير الثوم إذا نقوم بتصفيته، ووضعه في 1 لتر ماء هكذا بهذه الطريقة. نضيف ملعقة كبيرة خل، خل المائدة، هكذا. ثم نضيف ملعقة صابون سائل، هذه الكيفية. إذن لو تحدثنا عن فائدة الثوم، الثوم مبيد فطري ومبيد حشري، الثوم مبيد فطري ومبيد حشري. إذن أيام قليلة إن شاء الله سوف نشرح لكم طريقة معالجة الأمراض الفطرية باستعمال الثوم. الثوم مبيد فطري وطارد للحشرات، إذن الثوم يقوم بطرد الحشرات، كذلك يقوم بتعقيم الحشرات، أي لا يسمح للحشرات بالتكاثر، سواء كان التكاثر جنسي أو لا جنسي. ونفس المهام التي يقوم بها الثوم يقوم بها الخل، كذلك الخل هو مبيد فطري ومبيد حشري، وكذلك هو مغذي للشجرة. عندما نضيف الخل للشجرة فيساعد الشجرة في امتصاص خصوصا الحديد أو سماد الحديد. إذن بهذه الكيفية نقوم بالغلق، إذن ثم نقوم بعملية رش، ونحاول أن نرش الأوراق من الأسفل بهذه الكيفية، نرش الشجرة. إذن حتى ولو كانت الشجرة مزهرة ومثمرة ونقوم بهذه العملية عادي، لا يؤثر على الشجرة لأننا نستعمل مواد عضوية أو مواد صديقة للبيئة بهذه الطريقة. هكذا نقوم بالرش جيدا، إذا لاحظ كيف تصبح الورقة بسبب حشرة المن، لاحظ كيف تلتوي أو تتمحور الورقة حول نفسها ويصبح ظاهرها أو الجهة، لاحظ التعفن، هذا اللون الأسود عبارة عن عفن، يعني لو قمنا بغسله عفن، وتصبح الورقة صفراء أو ظهر الورقة يصبح أصفر، لذلك يجب الإشراع في المعالجة.
نرش حتى جذع الشجرة بهذه الطريقة. نقوم بعملية الرش كل 3 أيام، كل 3 أيام، أي كل أسبوع نرش مرتين، كل أسبوع نرش مرتين. بعد 3 رشات 4 رشات تختفي حشرة المن من الشجرة، وتبدأ الشجرة في أو تبدأ الأوراق جديدة في الظهور، وتبدأ الشجرة تقوم بعملية التركيب الضوئي وبعملية التنفس وتعود إلى طبيعتها. إذن قد نسيت لماذا نستعمل الصابون، لأن الصابون هو مادة لزجة وكذلك هو مادة معقمة، إذن لا يسمح بالتساق الحشرة على ظهر الورقة. بهذه الطريقة نعالج حشرة المن التي تعتبر خطيرة، مثل مختلف الأمراض أو مختلف الفطريات التي تصيب الشجرة. إذن بهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظهرة في الحياة، أشكركم على المشاهدة وأرحب بالمشاهدين الجدد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.